السلام عليكم متتبعين قناة أم بلال الرندة. أتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي. كما شفتوا البنات غنخدم معكم اليوم هذا الرندة، هذه رندة الخريطة. غنستعملوا هاد اللوينات هادو، أنا عندي فيها 6 الألوان باللون الأرضية. هادو هما اللون اللي غنستعمل أنايا، هما فيها هما هادو. تبعوا الطريقة إن شاء الله. بعد البنات معمرت هنا هاد في عمرت هنايا، يعني مشيت وجيت ما باش نطول عليكم الفيديو. هنايا عمرت 20 دقة أو 20 غرزة. غنبداو بسم الله، واحد ها جوج ها ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. سم يكون عندنا البنات هنايا 20 دقة، باش غنفوت 10 هنا و 10 هنا ونرجع البنات، مغاش نكمل هنا ونرجع فيهم هنايا. الحرير البنات انا برمى على جوج شعرات، ما قلتش ليكم، برمت على جوج شعرات. هنمشيو ونجو معاها، نضربو الدقة ديالنا ونزيدو هنا الزيادة هنايا، نعودو المرة أخرى تاني. نعاودوها مرة أخرى تاني، آخر دقة اللي بقات لينا هي هادي، وكنرجعوها البنات تاني. كيما شتو ولاو عندنا هنا جوج دقات، يعني مشينا ورجعنا طلعوا لينا جوج صفوف اللي ولاو لينا. مشيت البنات ورجعت هنايا طلعت جوج صفوفه، هنا غنخلي واحد جوج وغادي نرجع، ما غاديش نشد فيهم هادو البنات، نرجع هنايا نطيح جوج دقات. يعني الطريقه البنات نمشي ونرجع معها ثلاثة الخطرات ونرجع عندكم ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. بعد البنات ما مشيت ورجعت شحال من خطره، هنا طيحت جوج دقات، هنا جوج دقات، هنايا طلعت بجوج صفوفه وطيحت ثاني جوج دقات، هنايا طلعت البنات باربعه صفوفه، هنايا هادو هنا اربعه طلعت بهم، يعني هذا هو الحد ديال الفتحه داك الكوزه ديالنا، الطوق ديال الخدمه ديالنا. هنايا زياده ما بقاش غنزيدها هنايا، سمحوا لي قلت لكم الكوزه. صافي غادي نرجع هنا البنات، غنفوت هنايا واحد جوج ثلاثه، يعني هنا في ثلاثه دقات ونرجع نعاود نخدم في هذا ثاني. هنا نعاود المره ثاني هنايا نزيد الدقه الاخرى، نعاود تاني نحسب واحد جوج، نفوت تاني هنا جوج دقات ونرجع تاني هنايا.
نعود تاني هنا. كيما شفتو نرجع تاني البنات، ما نجيش لهنا، نرجع تاني. نهز هاد العين الاخرى اللي بقات ليا تاني. ورجع تاني هنايا. بعد البنات ما مشيت ورجعت هنايا، ولو عدي واحد جوج ثلاثة، يعني طلعت هنا بثلاثة صفوفة وهنايا بثلاثة صفوفة، يعني هاد الدقة غنطيحهم هنايا ورجع نهز هاد الدقة، هادي الدقة التانية والدقة التالتة بحال ما هكا. هنا نفوت هنا نطيح ثاني جوج دقات ورجع هنايا. غادي نبقى نتلاير في هاد ثلاثة دقات هنايا، القياس اللي غادي نستعمل فيها. كيما شفتو البنات مشيت ورجعت هنايا، هنا طلعت واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني أربعة صفوفة طلعت بهم. صافي هذا هو القياس ديالها. نجي دابا نخدم معكم هاد الجهة الأخرى هنايا. نديرو نزيدو هنايا، باقي حنا غادي نزيدو الزيادة هنايا. نعاودو المرة أخرى تاني في الدقات ديالنا. هنا البنات غادي نفوت هاد الدقات، ما غاديش نشدو فيهم هادو هنايا كيما شفتوها، واحدها جوج نرجعو في هادو هنايا، نضربو الدقات ديالنا هنا. نعاودو مرة أخرى. نضربو الدقة ديالنا في التوب ونزيدو الزيادة ديالنا.
حاولوا ما تسقلوا حتى شي عوينه. دائما هاد الاولين البنات كنطلعوا فيهم هنايا جوج صفوفه، يعني ها واحد ها جوج، يعني جوج صفوفه. باش ما نطولش عليكم البنات الفيديو، يعني نفس الطريقه اللي درت في هذا هنايا نطلع هاد ثلاثه الدريجات حتى لهنا ونرجع باش نخدم معكم باش ما يجيكمش الفيديو ان شاء الله طويل. يعني نفس الطريقه اللي درتها هنا غندير هنايا الاختلاف فيهم ونوريه لكم ان شاء الله. بعد البنات ما كملت هاد الخدمه نشرحها لكم. هنا البنات طلعت بجوج صفوفه وطيح جوج دقات، جوج صفوفه وطيح جوج دقات، هنا جوج صفوفه وطيح جوج دقات، هنا البنات طلعت خمسات صفوفه هنايا كيما شفتوا، ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه خمسه، يعني نفسهم كلهم طلعت بخمسه بخمسه هنايا، يعني كلهم هنا خمسات صفوفه هنايا. وهنايا المجموع كله اللي جاني في هذا الفي هذا 36 دقه البنات، في هذا الخدمه هذه عندنا 36 دقه. نجيو البنات هنايا ديروا هذا اللون الاخر وكنجو كنعمروا في هاد الدقات اللي خلينا قبيله، كنجو نهزوهم بحال هكايا ونضربوا هنايا العوينه الاخرى تاني. ونجيو البنات هاد ننتقلوا لهاد الجهه الاخرى، هادي هاد العين اللي طيحنا قبيله نهزو نهزوها نعاودو العين الاخرى تاني هنايا او الدقه كل واش كيسميها، ونجيو تاني لهاد الجهه الاخرى تاني هنا البنات نهزو هاد العين الاولى ونهزو هاد العين الثانيه. هذا البنات ما غاش نبقى نمشي نخدم فيه، يعني غادي نرجع هنايا ورجع تاني هنايا نزاد العين الاخرى. كلهم غنستمر على هاد الطريقة. نجي الجهة التانية نهز الدقة ديالي هاد المرة أخرى تاني هاد العوينة أخرى تاني شد فيها جيل الجهة الاخرى تانية البنات نشد فيها الدقة الاولى الدقة التانية ونخدم هنا تاني. نرجع تاني ما نكملش على هادو هنا البنات، نرجع تاني ونهز غير هاد الدقات نخدم فيهم
عاود مرة أخرى تاني. الجهة الأخرى تاني. نشدو تاني هنا. نضربو تاني هنايا. شدوا الدقة ديالنا كيما شفتوا البنات، هذا راه فيها هنايا 4 دقات، طلعت فيها 4 الخطرات. هادو البنات كنت كنمشي وكنرجع وكنفوتهم ما كنشدش فيهم. هادو البنات دروك 2 دقات غادي نخدمهم، هاد 4 دقات غنطلعهم كلهم. نعود مرة أخرى تاني. رفض الدقة ديالي تاني. نعود مرة أخرى. ضرب الدقة ديالي هنايا، كنمشيو وكنرجعو، بقى ليا آخر دقة اللي بقات هنايا. كيما شتو البنات هنايا، نجيو للجهة الأخرى تاهي نخدموها إن شاء الله. ركبنا البنات الحرير هنايا، نهزو هاد الدقة الأولى، نهزو الدقة التانية هنايا، هنايا نضربو الدقة ديالنا، ضرب هنايا الدقة ديالي البنات. أول مرة أخرى تاني هنا. هنكمل البنات نفس الطريقة اللي درت هنا، نكملها هنا وهاني معكم إن شاء الله. كما شفتوا البنات نفس الطريقة اللي درتها هنا، هي اللي درتها هنا استعملتها. هنا طلعت بجوج صفوفة، وهنا طلعت كلهم بخمسة البنات هنايا. وغنستمر على هذه الطريقه حتى غنكمل، ما نطولش عليكم البنات الفيديو. ندير لكم الجزء الثاني ان شاء الله باش ما يجيكمش الفيديو طويل. المهم هذه هي الطريقه البنات ديال هذه الخدمه هذه. تبعوا غير الفيديو من الاول حتى الاخر، ان شاء الله تفهموا الشرح ديالي. والى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.